عقوبة سجنية وخطية مالية توصل إلى 1500 دينار لكل من يتفوه بالكلام البذيء في الساحات العامة ووسائل النقل العمومي. رأيك في القانون هذا قبل كل شيء؟ نحن تو نقولوا الكلام البذيء غير مقبول تو بصفة عامة في داركم في الشارع والدنيا وليحد. أما باش تقول أنت باش تردع الأمور هذية بختية ب 1500 و 1600 دينار و 700 دينار، تحب نحكيه ولا ما نحكيوش؟ محلك في الحديث هذا، هو بيدو اللي باش يشدك يسمع فيك في الواحد يجاوبك بالكلام الزايد، هو بيدك معناتها يلزمنا هنا نجاوبوا بعضنا بالصحيح. نحبوا إذا يكون اللي باش يعاقبك ولا باش يهزك على خاطرك انت تكلمت الكلام البذيء، والدين يكون هو زاد متربي اكثر منك ما يتكلمش كلام بذيء باش تكون الامور. اما العقوبه نتاع 1500 و1000 المواطن تحاول كيفاش تردعه بطريقه اخرى. ما نعرفش انا بالضبط، خاطر راهو القانون موجود اخي سبان جلاله كانت بستة شهور وبالعام. قانون مستحب وباهي ونحن ماذا بينا القوانين الرادعه تطبق، مش الموضوع في القوانين، تو القوانين موجوده، لكن التطبيق اللي هو مش موجود، فهمتني؟ مع الاسف الشديد وصلنا لمرحله باش نصلحوا يلزم تكون قوانين رادعه وتنفيذ القوانين الرادعه واحترام القوانين الرادعه. مع الاسف الشديد نحن نقولوا بكل مراره اللي يتكلمك معناها كلام بذيء، انا مش 6 شهور، من المفروض حتى اكثر من 6 شهور، ومن المفروض حتى اكثر. انت تو البلدان المتقدمه باش ناجحه بتنفيذ القوانين الرادعه، هيك الاخلاق والقيم عندهم هما، مع الاسف ما عندناش. خطية 1,500,000 دينار لكل من يتفوه بالفاظ بذيئه وسب الجلاله ومس بالاخلاق الحميده. قانون هذا والله كان معناها وقعت تلقى المصادقة عليه من طرف مجلس النواب يكون حاجة معناها باهية تبشر بالخير. احنا ما نحبوش الألفاظ البذيئة والكلام الخارج على الأخلاق الطيبة، احنا ما الأشياء هذه احنا ضدها، الأمور هذه ماهيش باهية. إن شاء الله يصادقوا عليه المشروع، أنا معاه المشروع هذا مانيش ضده. قانون هذا باهي وإن شاء الله كما يقولوا نطبقوه مع الناس كلها اللي يخدموا في البلدية والكلهم والموظفين والكلهم لازم يحترموا القانون هذا، لأنهم برشا يصير فيه تفاوت ونسمعوا بكلام بديل ولكن ما نجموش نواجهوه. الكلام البذيء معناتها أكثر من الكلام العادي يتقال، أي كلمة أي موضوع تخرج فيه كلام بذيء، فهمتني؟ تكلموا يقفلك في خشمك في عينيك، يعني اكثر من حد فوتنا معناتها كلام بذيء، معناتها اليوم اكثر من الهواء نتنفسوه. معناتها كنا قبل نقدروا، معناتها نتذكروا ما تقول لك ليه هذه بنت حومتنا نقص ما نقولش كلام زايد، هذه مراه كبيره ما تعديها ليه، هذه ما تعديها هو بنته ما تقولش، مازال هذا ولا ليه ما عادش اليوم في وسط العائله الكلام البذيء. انت علاش تمشي لوسائل النقل وتمشي اليوم في وسط العائله الكلام البذيء؟ في وسط العائلة اليوم الكلام بذيء، الأم هي وبنتها، الولد هو أبوه، هو أمه، هو خاله، هو عمه. اليوم يلزمك تغزق قبل ما توصل لوسائل النقل وقبل ما توصل لحكايات الآخرين، وصل للعائلة، شوف الخروج من العائلة كيفاش يبدأ. هذا اللي لازمنا نحطوا عليه الصباع، نحطوا عليه هذا الدير، تحط عليه صبعك باش تشوف الدير وين. من غادي. اليوم احنا بوم كل وقت ياخذ وقته، ولكن الوقت ما تبدلش هو بيده. انا مثلا نعطيك اكزامبل، هذا هو عمري تو انا معناتها نقولوا 45 سنه، الوقت نتاعي انا اللي صاير فيه عمري 18 و19 و20 سنه، ما نجمش نقعد في القهوه، ما نقعدش في القهوه. انا عايش في الرباط العربي باب سويقه الحلفاويين باب القويس باب سعدون، كنا كل القهوه باش تقعد ديما تخاف من صاحب بوك من عمك من كذا، ما تنجمش حتى تتعدى من غادي، فهمتني؟ كان تقدر وكان التربية، لكن احنا مش باش تو خاطر الجيل تو ما يعجبوش كي تحكي له راهو اللغة هذيا، كي تحكي له اللغة هذيا يقول لك راك أنت قديم برشا وراك كذا وراك منين جاي أنت، ولكن احنا نحكيو على التربية والأخلاق وما قال ربي، ما نحكيوش على حاجة أخرى. نقصت أما موجودة في الشباب قلة قليل،
راهو مش ما نقولوش راهي ما عادش موجوده، يحترموا ثم كذا، اما نقص تدريجيا معناتها نقولوا نحن في الحومه نتاعك تلقى اربع خمسه من الناس من الشباب الصغار المتربين ومحترمين، والاغلبيه نتاعهم خويا ما عادش السيجار ولا عادي، حتى في المكاتب ما عادش خويا باش يمور زاد راهو الدور هذا يلعب دوره زاد في المدرسه وفي الامور الوسائل هذه التربويه في المكتب زاد يحاول زاد انت نشوف انت الاشياء هذه اللي خرجت راهو من المكتب تخرج ثم حاجات كبيره كلام زايد سبان قدام المدرسه حاجات اكبر من اللي تشوفها في الحوم الشعبيه اللي متخبيه معناتها فهمت انت في بالك تشوف النظره هذه في المدارس التربويه هذه هكاي كيفاش باش تقول معناتها تنتظر حاجه طيبه معناتها ان شاء الله ان شاء الله نطلبوا من ربي اي اي ما هو المدرسه عاد المدرسه شنو هي ما هو فهمش وزاره التربيه ما نعرفش وزاره وكاهو اما التربيه ماهيش موجوده اي وخي الوزاره مكتوبه وزاره اما ماش ما فيهاش التربيه ما فيهاش التربيه الجيل نتاعنا خلينا نقولوا كلمه بصراحه يعيش وقتهم لكن وقتهم متعفن ما عادش ثم اكل في التعلمات في المدرسه اكل القيم الاخلاقيه اللي تربى مع الوطنيه وعلى الاخلاق وعلى الروحانيات ما عادش موجود هو مش في التلامذه حتى من المعلمين ومن الاساتذه انت تلوم في التلامذه ثم مربين ما يحترموش معناها الاخلاق والقيم ولا دونك راهو سي توت ان سيستم سيستم كامل مربوط ببعض التلامذه المربين الاعلام الاعلام مش قايم دوره الوالدين كيف كيف ما همش قايمين بدورهم في اعلى مستوى الوزاره كيف كيف المناشير والنصوص موجوده تطبيقها ما ثماش العادات هذوما بصفه عامه مقرضت لانهم لانه الجيل اللي طالع والتربيه نتاع الجيل هذا فهمت ماهوش ماشي كما تربينا احنا اللي نحترموا الكبير ونقدروا كذا ونلقاو واحد كبير فاضي نقعد وما نتكيفوش وكذا هذا كله ولا ما عادش ولا اللي ياخذ بعين الاعتبار المسائل هذوما يولي كينوت اخر. اليوم بالحق باش نظلمك يقول لك القانون هذا موجود من قديم الزمان ولكن للاسف الشديد لا يطبق. موجود وموجوده قوانين اخرى كيف معناها متشابه ليه لكن التطبيق ما ثماش. في كافة المجالات راهو في مقاومة الأخلاق في مقاومة المخدرات في مقاومة الجريمة في معناها تأطير الأسرة القوانين موجودة لكن معناها التطبيق والناس المؤهلين للتطبيق خلينا نقولوا الناس ولا الموظفين المؤهلين للتطبيق مع الأسف الشديد يستعملوا في سياسة معناها النعامة. ما يطبقش عارفش علاش خاطر قاعدين ينظروا هما بنظر يقول لك هو في حالة غش وتكلم وش معناتها لا شعوريا ساعات واحد في التنرفيز يتكلم كلام وتقول له بعد أنت راك تكلمت الكلام هذا يقول لك أنت كلمت هكا واحد أما بيني وبينك يلزم هو يلزم نفعلوه القانون هذا التفعيل نتاعو اما بطريقه ما الاختيه تو يضلع الشعب يزيد ودي 1500 و2500 وما نعرفش قداش صحيح 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 انا تو منذ سنوات عديده سمعت به المشروع قانون هذا باش يقع تطبيقه الا انه مش قاعد يقع تطبيقه موجود ولكن يلزم تفعيل القوانين يلزم تفعيلها وتطبيق على ارض الواقع ما يلزمش تكون معناها حبر على ورق هكايا ما نوصلوش حتى النتيجة تبقى دار لقمان على حالة بالأمور هذه كل مشروع يلزم المسارقة عليه كي يكون معناه عنده جدوى عنده نجاعة كبيرة وتعود بالمنفعة على أفراد المجتمع التونسي حاجة هايلة احنا نستبشروا وراها حاجة باهية انت حتى البندية قبل يقولوا نحن الزوفرة ما يقولوا الزوفر الزوفري كان يحترم هو الزوفري أما يحترم لا وكان حتى كي يعمل مشاكل كان يعمل مشاكل على حاجات ايه بنت حومته لها توا ولا اول حاجه على بنت حومته يحب يبروفيتي في ولد حومته في بنت حومته في جاره توا نحكيو نحن بيبان قد محلوله في الحمى انت علاش بيبان محلوله كان جاره عندك حتى كي تشم انت ريحه المقرونه تهزها للجار كان الولد ما يدخل للدار كي يبدا يعيط من الاول يا خالتي فلانه والدنيا ويدق ويستاذن الدار وباش يدخل الدنيا توا يا خويا يدخلوا لك بدون استئذان ولا يدخل لك ما تعرفش عليه منين جاك ولت الناس كلها مسكرة على بعض والله خايفة من بعضها خايفة من بعضها في الحوم الشعبية ينقز له ويمور ويهبط له مثلا المشافي فرح يبدا يقابر فيه وقتاش يغيب على الدار باش ينزل له عليه يا خي
ما عادش الأمور الاحترام نتاع الشباب، أما إن شاء الله ربي يغير في حوالي. أنا من جيل الخمسينات فما التربية فما أخلاق، نحن كي نبداو صغار نلعبوا حتى في الحومة، نحكي لك معناها بكل صراحة، كي تعدى راجل كبير نوقفوا الكورة نلعبوا، ما نلعبوش في الحومة وين فما الديار، زاد فما أماكن مخصصة للعب نلعبوا فيها. راجل كبير في مترو مرا كبيرة، كي نطلع في وسائل نقل من كان حافلة أو مترو، كي نلقى راجل كبير ولا إنسان مسن ولا إنسان اكبر مني حتى اصغر مني نلقاه مريف، انا نخلي له نقوم ونخلي له المكان نتاعي يقعد فيه، خاطر ربينا يعطيك الصحه على العادات هذه، ولفنا بسلوك الحضاري واحترام الغير، فهمتني؟ كيما انسان يشوف روحه كيما يشوف غيره، سبحان الله. فما الناس ما تقدرش تخلي له المكان نتاعه، زياده على هذا تلقى في تلقى معناها في على في وسائل النقل تلقى الاولويه للمسنين، ولا هذه العلامه مش قلقه تطبيقها، زاده هذاك موجوده يتفرجوا فيها الناس ويراوها، ولكن تطبيقها ماهوش موجود على ارض الواقع، يلزم تفعيل الاشياء اللي تتحط مش تتحط هكاك، معناها وكان يخالف معناها يلزم يتحاسب. لكن يجب نكون كما الدول المتحفره المتقدمه، كي الانسان يلقي بالفضلات في الشارع تلقى تخيط تختيه نتاعنا ويخطيه، اما لكن على شرط يلزم الدوله تقوم بالواجب نتاعها، تحط سله المهملات في الشوارع تقوم بواجبها، من بعد تخالف الناس مش تخلي الامور بلاش سله مهملات بعد تجي نحاسبه علاش تلوح، حط لي سله مهملات وحاسبني، انا نحب الامور تمشي معناها منظمه وبامور مقننه.